اللاست ريفيو في الـ في الـ اس ام اي كورس لهذه السنه. هنختتم ان شاء الله بمحاضره الجاسترو ريفيو، وحنتكلم عن نفس الاوبجكتيف اللي تكلمت فيها السنه اللي فاتت، يعني نفس المواضيع اللي كان عليها اسئله السنه اللي فاتت. هتلاحظوا انها هي نفسها ما تغيرت، لكن الجاسترو كان اكثر سيستم هذه السنه في الميديسن، يمكن كله في اسئله جديده، يعني اكثر من الكارديو، من يعني كان في كثير من الاسئله جديده. فأجين نفس الكلام اللي قلت لكم في مراجعاتي الثانيه، الافضل انكم ترجعوا للمحاضره 2022 تشوفوا اسئلتها، لانه يعني يمكن 95% منها ما هي موجوده في هذه المحاضره، حذفتها. ففي الأسئلة الجديدة كلها اللي جابوها دي السنة. فهنتكلم أول حاجة طبعا عن الأسوفجيال ديزيز والأبروتش، البنكرياتيك ديزيز، الإنفلاماتوري باول ديزيز، الهيباتايتس، الأبر جي آي بليدنج، والكرونيك ليفر ديزيز، البيبتيك ألسر ديزيز عند إتش بايلوري، وفاينلي هنختتم بالأسئلة عن الجونديس. طيب هنبدأ أول حاجة بالأسوفجيال ديزيز، وأسئلتها زي ما أنتم عارفين دائما كثير جدا الأسئلة. يعني أنا كنت السنة اللي فاتت بشرحها، بفصلها أسئلة عن الجاسترو ريفلكس ديزيز وأسئلة عن الديسفاجيا، بس في الواقع هي كلها ريليتد لبعض، فالأفضل إنها كلها تكون تحت نفس الجزئية يعني. فالحاجات اللي مهمة ودائما عليها أسئلة ولازم تكونوا عارفينها بيسك، تعتبر في أسئلة الجاستروسفجر ريفلكس، متى أختار إندوسكوبي أو متى يكون الإندوسكوبي هو الجواب الصح. أي مريض الآن يجي presenting with symptoms of reflux، وهذه لازم تعرفوا تفرقوها عن الـ other diseases اللي هي زي البيبتيك ألسر ديزيز، completely different presentation، أو الـ disease اللي presenting with dysphagia برضه different presentation. الـ gastroesophageal reflux simply الـ patient يكون عنده اللي هو الـ reflux symptoms. يعني هذه هي الـ typical presentation after meals، بيكون في الـ heartburn، والـ management أو ما يحتاج أي diagnostic test. المفترض أنه حاجة بنسميها BBI trial for 8 weeks، ياخذ بي بي اي وبعد كذا وي ري ايفالويت، وموست بيشنت ريسبونس، فما يحتاجوا اصلا اي يعني اذر انفستيجيشن. مين اللي لازم اسوي فيهم اندوسكوبي؟ يجيبوهم لكم في كيسز كذا، يجيب لك مريض مور ذان 60 ييرز اوف ايج وفجاه الان بدات معاه ديسبيبسيا سيمبتومز، هذه لازم اسوي له اندوسكوبي. اذا المريض عنده اي ايفيدنس اوف جي اي بليدنج upper or lower، يعني hematemesis zoomelina أو hematochezia or occult blood in the stool، لازم تسوي iron deficiency anemia أو microcystic hypochromic anemia. إذا كان في weight loss or anorexia اللي constitutional symptoms، إذا في dysphagia or dysmophagia هذه برضو كلها red flags، persistent vomiting or family history of أو first degree relative with GI malignancy، هذه كلها indication إني أعمل endoscopy أو upper GI endoscopy في المريض اللي جاي يعني الآن بي ريفلكس سيمتومز. اذروايز ما بنعمل فيهم، عادي المانجمنت تكون وذ بي بي اي وما يحتاجوا اي اذر انفستيجيشن. فاسئله كثير تعدي عليكم بيست على هذا المعلومات الموجوده هنا في ذا السلايد. الحاجه الثانيه الابروتش اللي بشرحه كل سنه لانه اسئلته كثير وصاملين لسه انها تيجي كل سنه في الهيئه، اللي هي اسئله الريفراكتوري جاستروجر ريفلكس، فحتلاقوها موجوده اسئله السنه اللي فاتت واسئله دي السنه كلها عن موضوع الرفراكتوري. يعني طيب عملت trial of يجيب لك كده مريض not improving on BBI optimal dose، ركزوا optimal dose، فاللي هو انه ياخد 40، يعني المريض اللي ياخد 20 هذه ما هي دوز اصلا، يعني ما بتسوي حاجة. فالمفترض انه يكون optimal dose of BBI، و يعني نعطيه فرصة 8 weeks وبعد كده نشوف if the symptoms persist. في عدة احتمالات ممكنة، ممكن هذا المريض عنده أكاليزي أو حاجة بتسمى motility disorders، تمام، فهذه it can present with reflux symptoms وما حتتحسن بالبي بي آي، you need to treat it.
فهذه motility disorder، هذه possibility. أو إنه يكون لا فعلا هو gastrointestinal reflux لكنه refractory وصعب علاجه. فأنا أول حاجة أسويها لأي مريض عنده refractory gastrointestinal reflux disease or not improving on PPI زي كده بيجيبوه، هذا المقصود بناء refractory GERD، على طول أعمل endoscopy upper GI endoscopy. فهنا إذا قال لك إنه study is normal ولا في أي abnormality، وقتها the next step is 24-hour pH monitoring to confirm اللي هو gastrointestinal reflux as the cause of the patient's symptoms. خلاص هذا الديagnostic test للجيرد. لكن إذا كان في reflux esophagitis فهنا you have to do manometry to rule out motility disorders، يعني زي الأكليزيا والحاجات الثانية هذه كلها. أول حاجة تأكد إنها ما هي موجودة وهي جزء من الـ pre-operative evaluation assessment قبل ما أعمل الـ Nissen fund duplication أو الـ procedures. فهذه يسموها surgical management of refractory gastroesophageal reflux disease. إن شاء الله تكون الصورة واضحة. I think الـ algorithm is very clear. تحفظوه زي اسمكم، جدا مهم. حتشوفوا الأسئلة هذه اللي كل سنة بتجي، يعني هي مكررة بس إنها كل سنة بتجي، ولازم لازم أعيدها كل سنة لأنها دائما تتكرر في الاختبار. فإذا قال لك في ريفلكس أسوفجاتس هتختار مانويتري، وبعد المانويتري المفترض إني إيه أروح للسيرجيكال مانجمنت أوف جاستروجين ريفلكس لأنه المريض هذا ريفراكتوري. هنا لا، يو هاف فيرست تو كونفيرم إنه جيرد إز ذا كوز اللي هو الجاستروجين ريفلكس، وبعد كده ممكن إني أعمل إيه again surgical management اللي نسم complication. نيجي للديسفاجيا، وهذه مشكلتها أكبر، ناس كثير مواجهين مشكلة فيها وأسئلتها الجديدة هذا السنة أكثر من الجاستروجين ريفلكس. فمهم مرة أنكم تكونوا عارفين الأبروتش. أي مريض، وركزوا في النقطة هذه يمكن يعني ما وضحت معاكم أو مع البعض اللي شافوا المحاضرة السنة اللي فاتت اللي الريفيو في 2022، اي مريض يجي باسوفجيال ديسفاجيا المفترض ان نعمل له ابر اندوسكوبي. خلاص هذا هو الانيشال. فلما يقول لي انيشالي ايش تبغى تسوي، مفترض اني اعمل ابر جي اي اندوسكوبي. في مرضى بنعمل لهم باريوم سوالو انيشالي زي ما انتم شايفين. طبعا هذا الالجوريثم من اب تو ديت، يعني ممكن تلاقوا في مصادر ثانيه ابروتش مختلف، لكن اللي في اب تو ديت و متماشي مع الجايد لاينز يعني في الابروتش للسوفجيال ديسفاجيا، انك انيشال تبدا باندوسكوبي باريوم سولوز انديكيتد اذا في براير راديشن كوستيك انجري سيرجري فور لارينجيال اور سوفجيال كانسر اور كومبلكس ستراكشر. هذه الحاجات اذا انت سسبكت انها موجوده او موجوده في الكيس او قال لك في الكيس، وقت اختار او ابدا بالباريوم سولوز. فليش شايفين الليست الطويله هذه بالديزيز كلها تتشخص بالاندوسكوبي، الرينج والويبس والستركتشر والدافرتيكولوم والتيومرز والانفكشوس اسوفجايتس والازنوفيليك اسوفجايتس كلها، غير اني انا باخذ بايوبسي اصلا وي ويل كونفيرم دياجنوزيس 100%. فيوجوالي دونت نيد الباريوم سوالو. الحاجه اللي ابغى اركز عليها هنا لما قال لي انيشال انفستيجيشن، طيب نفترض انه الاندوسكوبي از نورمال، فهنا وقتها نشوف هل الديسفاجيا هذه تو سوليد ان ليكويد both. ودائما لما يقول لكم وركزوا في هذه النقطه كويس، لما يقول لكم انه solid and liquid both، او الجمله اللي بنقولوها لكم في الاسئله وانا عارف انها غلط، it's not realistic، مستحيل عمرها ما بتصير، بس ممكن فعلا جابوها لهم في الاسئله زي كده، liquid more than solid it doesn't make any sense، بس لانه المنطق انه اذا في حاجه عامله obstruction or في motility disorder it will affect the solid either both solid and liquid أو solid only الليكويد حيعدي. فإذا كان فعلا جابوا لكم سؤال dysphagia to liquids more than solid، ففي هذه الحالة again the same thing we have to do manometry. خلاص طيب نفترض جابوا لكم من البداية السيناريو داخل كده dysphagia to solid and liquid، أو زي ما قلت لكم في الصيغة اللي بنقولوها لكم liquid more than solid، فهنا على طول اروح للاسوفجال مانو وسالني في السؤال وانتبهوا لدي النقطه، قال لي ايش الدايجنوستيك او تو كونفيرم ذا دايجنوزيس، هنا اختار على طول اسوفجال مانو. ما قال لي النكست ستيب
او الانيشال انفستيجيشن عشان اختار ابر اندوسكوبي. وهذا اللي النقطه اللي كثير عندهم كونفيوجن فيها. اذا ذكر لك انيشال كذا مريض ديسفيجيا وما هو واضح معك ايش الدايجنوزز، ما ذكر لك سالفه السوليد والليكويد والحاجات هذه، وفي دي الحاله ابر اندوسكوبي. لكن لو قال لك انه بهذا الشكل اللي هي سوليد اند ليكويد يدو سوفجيال مانومتري، شوف ايش شايفين ايش قال اور سسبكتد موتيليتي ديس اوردر. متى اصلا افكر ان المريض عنده موتيليتي ديس اوردر؟ الحين حوريكم الكلمات اللي يجيبوها لكم في الاسئله تخليك تعرف انه الجواب او الدايجنوز اصلا اكريزي كده من البدايه، او من في حاجات كده مميزه يعني هي ما هي سبيسيفيك، لكن لما تشوفوها في الكيس اعرف انه جالسين يلمحون لكم. ف وقت على طول تختار سوفجيال مانومتري. طيب لكن لو كانت الدسفيجيا تو سوليد الون، لاحظوا هنا في اب تو ديت في الابروش كامل ما جاب لكم سيره ليكويد الون، لانها عمرها المفروض ما تصير، بس هم يعني ايذر انهم اللي حطوا السؤال ملخبط او انه اللي نقل السؤال ملخبط. فاذا في دسفيجيا تو سوليد الون يدو باريوم سوالو، يا انك حتطلع دايجنوزز ما كنت شفته بالاندوسكوبي، او اذا كان نورمال وقتها النكست ستيب شود بي مانومتري. فمانومتري is not done in patient without suspecting motility disorder. أو ممكن أبدأ فيه أو مو أبدأ فيه، يكون هو الكونفيرماتوري بعد الاندوسكوبي إذا كان في suspicion high suspicion of motility disorder. فagain it will show you يعني إذا كان في primary motility disorder or normal or secondary esophageal motility disorder زي sclerosis systemic sclerosis. فإن شاء الله تكون وضحت معاكم. It's easy. دحين لما when we apply it on the questions هتكون إن شاء الله بسيطة. فخلينا نشوف الأسئلة. بس أول حاجة حبدأ طبعا كل الأسئلة فيها اللي تشوفوها جديدة. بس إثناء ممكن أسئلة الرفلكس في سؤالين من الموجودة يعني لنا دي السنة وبتتكرر، فموجودة هتلاقوها برضو في كورس السنة الماضية. طيب patient with chronic non-productive cough that worse in the evening and often awakes him from sleep. He has also mid-epigastric discomfort, occasional regurgitation of undigested food. He's obese, eats dinner at home before going to sleep. What is the pathophysiology associated with this condition, with his condition? Increased lower esophageal sphincter tone, decreased esophageal sphincter tone, disordered peristalsis or infection with H. pylori. هذا المريض عنده كف، عنده mid-epigastric discomfort وهارتبر وهيز اوبيز، كل هذا الكلام ما يهمني. الكلمه اللي قلت لكم عليها اللي تخليك تفكر انه المريض عنده موتيليتي ديس اوردر، انه هنا قال لك اوكيجنال ريجورجيتيشن اوف اندايجستد فود، هذه هي اللي انا قصدي عليها. هنا لما تكون دائما الحين تشوفوا حتى الكيس اللي جوابها مانومتري كان في الكيس موجود في ريجورجيتيشن اوف فود، هذه مهمه. اوكي مالجنسي سوفجيال كانسر كان كوز ريجورج اوف فود، لكن عادة الايج يكون في الكيسز ديفرنت. يعني السؤال يجيبوه لكم جوابه أكليزيا أو دائما يكون المريض في الأربعينات أو بداية الأربعين في الثلاثينات، مستحيل إنه أسوفجيال كانسر الجواب. فانتبهوا للايج وانتبهوا لهذه السيمتوم لأنها مهمة. فهنا على طول الديجنوزز أول ما شفت السؤال عرفت إنه أكليزيا قصدهم يبغوا الباثوفيسيولوجي. فأنا هذا السؤال شايفه ما أعرف ليش بيحلوه غلط في التجميعات يعني، رغم انه لو فكرت وركزت فيها حتحل الجواب صح. يعني اللي بيحصل في الاكليزي طبعا هنا الدايجنوزز اكليزي بيكون في انكريز ان ذا لور اسوفجيال سفنكتر تون، وحتلاقوها ريفليكتد باي انكريز ان ذا بريشر في اللور اسوفجيال سفنكتر، يعني بيكون هاي بريشر. بالتالي بالمنطق لو كان في ديكريز، لو مدام بيحلوها ديكريز لور اسوفجيال سفنكتر، اذا في ديكريز لور اسوفجيال سفنكتر تون هنا حيكون الجواب، او هنا حيكون يعني بالعكس المريض عنده ريجر، او قصدي حيكون عنده ريفلكس بدل ما يكون عنده اللي هي الاكليزيا. فهنا الجواب حيكون انكريز لور اسوفجيال سفنكتر تون، وهذا اللي بيحصل في المرضى اللي عندهم اكليزيا. اوكي واي اتس نوت ريفلكس هنا it can come with this presentation، لكن لما يقول لي في occasional regurgitation of indigested food هذا goes more with achalasia. It's very rare يعني لو بنقارنهم by this presentation this is more likely to be achalasia. فهنا حيكون الجواب increase lower esophageal sphincter tone، وبالتالي حيكون في abnormal tone و abnormal، هتلاقوا الباثوفيسيولوجي هذه موجودة في up to date.
طيب 36 years old male with persistent burning sensation in his throat, indigestion and heartburn. He said that these symptoms started 8 years ago and burning has gotten worse. Symptoms occur 30 minutes after eating and last up for 3 hours. Antacid no longer control his symptoms. H. pylori tests are negative. He denies any alcohol or smoking. This patient is at risk for developing which of the following conditions? Adenocarcinoma of the esophagus, gastric carcinoma, Krukenberg tumor, or gastrointestinal carcinoma tumor. مريض عنده اللي هي الـ symptoms of gastrointestinal reflux disease. هنا الـ إذا كان دائما هذا برضو typical scenario. يجيبوا لكم case مريض عنده reflux symptoms or reflux disease ويقول لك إيش حيصير في المستقبل. اللي حيصير حيدخل في باريت أسوفيغس أو الأسوفيجيال ميتابليزيا، هذا رقم واحد إذا موجود في الخيارات تختاروه. خلاص هي هذا السيكونس، بعدين يدخل في ديسبليزيا يعني من الميتابليزيا لديسبليزيا، وفاينالي أدينو كارسينوما وليس سكويموس كارسينوما. يعني أنا متأكد احتمال كبير السؤال ما جاب دي الخيارات، عارفهم لو بيجيبوه حيجيبوا لكم الخيار الثاني سكويموس كارسينوما أوف ذا أسوفيغس عشان يلخبطوكم. هتختاروا أدينو كارسينوما لأنها كولومنر إبيثيليوم اللي بتكون في الـ في الـ في الـ في المرضى اللي عندهم reflux disease يصير فيه ميتابليزيا وبعد كده they develop adenocarcinoma. فهنا الجواب حيكون عشان كده لو قال لكم reflux disease is a risk for which of the following cancer هتختاروا على طول adenocarcinoma. طيب young female complaining of heartburn and take antacid with mild improvement, he is concerned about cancer risk as her father died of cancer at age 49. What is the best advice to her? Avoid high protein diet, increase carbohydrate, elevate bed under her head يعني before sleep, or increase high fat diet. فحيكون الجواب to elevate the bed. Since she's having symptoms, وخاصة في المرضى اللي يكون يعني اللي يقول لك eating his meals late or before going to bed, هذا مهم جدا واحد من الريسك فاكتور. فهنا حيكون الجواب أكيد إنه هذا هو الشيء. هل هذا حيقلل الريسك of cancer؟ Yes. لأنه المشكلة إنه reflux هذا eventually it will lead to cancer على المدى الطويل أو it can lead يعني هو ريسك. فأنا أبغى أقلل الريفلكس هذا كل طرق. طبعا رقم واحد البي بي ايز الانتاسيد هذه كلها مهمه، بس كمان اللايف ستايل موديفيكيشن از فيري امبورتنت اللي هو الويت لوس وال انه تشينجينج التايمز اوف ميلز وبالاضافه ل اليفيتنج البيد. الحاجات الثانيه كلها غلط طبعا الاجابات الموجوده. طيب 57 years old male present with chest pain. The pain is burning in nature, it's not related to meals. And he lost 16 kilogram over the last 6 months. He has fatigue, decreased interest in his usual activities. Medical history is notable for long-standing gastrointestinal reflux, for which he takes famotidine. He is a smoker, but quit smoking 4 years ago. Which of the following is the most appropriate next step? هتعمل له upper GI endoscopy, testing for Helicobacter pylori or bronchoscopy or evaluation. If nutritional intake by a registered dietitian. فهنا clearly هذا شوفوا اللي قاعد انا اتكلم يعني انبسط صراحه لما بيجيبوا اسئله وتكون في نفس المواضيع اللي يعني في نفس الحاجات اللي بنشرحها والاشياء اللي ما. فهذا السؤال جديد واجين اتس ذا سيم بوينت نفس السلايد اللي قلت لكم ريد فلاجز جايبيه لهم، بس هنا في ويت لوس هذا رقم واحد مع انه الايج هنا لسه 60 لكن المريض عنده ويت لوس. فانا احتاج واحد بس عشان اقول نكست ستيب ابر جي اي اندستري. يعني لو حطوا له بي بي اي ولا أبر إندوسكوب حتختاروا أبر إندوسكوب. ما ينفع إني أبدأ ترايل أوف بي بي آي والمريض هنا أنا خايف إنه عنده مالجنسي، خاصة إنه عنده ريسك فاكتور اللي هو سموكينج وعنده لونج ستاندينج غاستروجيال ريفلكس. هذه إذا قريتوها الكلمة على طول فكروا في الكانسر يعني لونج تيرم ريفلكس ديزيز ويل إيفينشولي ريزلت إن كانسر يعني أو ريسك فاكتور فور أسوجيال كانسر. طيب 55 years old male with history of gastrointestinal reflux for 10 years controlled on PPI. Present to the hospital with recent history of dysphagia to solid food. طيب
what is the best next step, OGD, CT abdomen, manometry or barium swallow. شايفين هنا يبغى النكست ستيب والمريض عنده ديسفاجيا تو سوليد فود، يعني لسه دوبه بادي او انيشيالي بريزنتنج الان. فهنا هذا اللي ابغاكم دائما تفكروا فيه، انه انت يو ار جايدد باي ذا هيستوري. هنا الهيستوري از فور شور نوت سجستيف اوف اكاليزيا، فالمانومتري مستبعد، ما حتروح على طول للمانومتري خاصه. وهنا يبغى النكست، ما قال لك الدياجنوستيك. فيعني لو كان الكيس هذا ماشي مع أكاليزيا طلب النكست هتختاروا OGD، لو كانت الكيس ماشية مع أكاليزيا طلب الدياجنوستيك أو كونفيرماتوري هتختاروا مانومتري، لو كانت الكيس ماشية مع هنا two possibility طبعا. إيش اللي ممكن يسوي dysphagia to solid food after reflux for 10 years stricture و cancer وعمره 55 it can be يعني malignancy cancer و stricture الاثنين كلها diagnosed by OGD. فهنا سواء قال لي best next step أو الـ confirmatory test هتختاروا الـ upper GI endoscopy. فهذا اللي أبغى أوصله لكم، أنه أنت guided by the presentation والhistory تبع المريض يعني. فهذه النقطة جدا مهمة. فهنا حيكون الجواب طبعا OGD زي ما شفنا في الابروتش اللي موجود في اب تو ديت، انه المفروض انه نبدا طبعا سوليد فود. ايش اللي ممكن يعمل سوليد فود؟ انتوا لا تحفظوها، افتكروها كده بالمنطق. لو في ميكانيكال انترلومينال اوبستراكشن، يعني في ستركتشر او في ماس في الاسوفجس يعني كانسر، ات ويل كوز اوبستراكشن تو سوليد، لكن الليكويد حيعدي ما حيواجه مشكله. هذا انيشال، بعد كده بروجريس. واحد من البرزنتيشن اللي كثير يجيبوه يقول لك بروجريسيف، انها كانت تو سوليد اونلي وصارت ليكويد، هذا منطقي. لكن الاكاليزيا لا، موتيليتي ديس اوردر، فايت كان افكت بوث السوليد والليكويد. فهذا الفرق ما بينهم. فهنا الجواب حيكون او جي دي. طيب 45 years old male presented to the gastro clinic with history of dysphagia to both solid and liquid for one year associated with regurgitation of food. خلاص هنا his age يعني unlikely صراحة to be malignancy، هذا رقم واحد. برضو ما هو كافي هذا الشيء، ممكن يكون كانسر، لكن عنده dysphagia to both solid and liquid for one year. مع الحاجة اللي جدا مهمة الريجير، regurgitation of food is not typical زي ما قلت لكم reflux أو it can be either malignancy. لما أقرأ هذه الكلمة أنا أفكر في malignancy أو أفكر في أكاليزيا. فهنا حيكون السؤال سأل what is the best diagnostic test، من أكثر الأسئلة المتكررة في تجمعاتكم دي السنة ده السؤال، والجواب حيكون مانومتري. ليش؟ لأنه ما قال الانيشال ولا قال next step، يبغى diagnostic test أو confirmatory أو what is your next step to confirm. هذه برضو تريكي يعني، هي نفسها confirmatory test يعني، لا تختاروا next اللي هو قصدهم initial test. فانتبهوا وفرقوا بين، عشان كده دائما ركزوا إيش يطلب منك في السؤال، آخر سطر في السؤال أهم شيء. إيش يبغى بالضبط يعني، فمو بس إنك تقرأ الكيس وعرفت الدياجنوزز وانتهى الموضوع، لا كلها إحنا هنسويها، لكن إيش اللي هتبدأ فيه، إيش اللي حي 100% أكيد لك التشخيص أو يعتبر دياجنوستيك. فهذا بالنسبة للسؤال. طيب 65 years old female presented with history of progressive solid and liquid dysphagia، هذا اللي بقول لكم عليها، for 9 months associated with vague gastric abdominal pain after eating. Her labs are all normal except for mild anemia. خلاص هنا عندها أنيميا وعندها progressive which is 65 وكمان عندها pain، فهذا على طول معناته أن المريضة دي عندها esophageal squamous cell carcinoma. ال other choices كلها مستبعدة هنا هتكون. طيب ف يعني هم زي كده يقول لك ايش الدياجنوزز، يقول لك ايش الـ ايش الـ next step او confirmatory test. طيب 46 years old female female patient with long history of heartburn on self prescribed antacid now presented with dysphagia for one month. What is the initial investigation to order? Again هذا السؤال يشبه السؤال اللي عرضناه في البداية، ممكن يكون هو نفسه ممكن لا الله أعلم، بس إنها كلها موجودة في تجميعاتكم يعني. anyway الجواب هنا هيكون upper GI endoscopy، مريضة long standing heartburn or reflux disease وجاية دحين بدسفاجيا، ف
فعلى طول نبدا، يبغى انيشال نبدا ارجع اندوسكوبي. 24 years old male recently diagnosed with gastroesophageal reflux started on omeprazole 40. The symptoms are not improving. Endoscopy was done and showed reflux esophagitis. What is the best next step? عنده reflux esophagitis معناته انه في ليش ما قد سالته ايش اللي ذاكرينه في اب تو ديت، وانا عاده بشرحها تلاقوها في السنة. ليش reflux esophagitis ما اسوي 24 hour pH monitoring؟ لانه بمجرد ما اشوف في reflux esophagitis من اسمها it confirms المريض هذا عنده reflux disease, gastroesophageal reflux disease. إذا في reflux esophagitis ما احتاج اني اضيع وقتي ووقت المريض واعمل ال 24 hour pH monitoring study. It's not needed. فreflux esophagitis خلاص ما يحتاج، على طول حعمل مانومتري، واذا ما في مانومتري في الخيارات حتختاروا نيستن كونتبليكيشن. فهذا الابروتش. فهنا حيكون الجواب مانومتري تو يعني ميك شور ذا بيشنت دزنت هاف اني موتيليتي ديس اوردر، لانه زي ما قلت لكم ترى البرزنتيشن في الريفلكس ديزيز وفي في الاكليزيا از كوايت سيميلر، خاصه لو المريض ما عنده ديسفيجيا. بعضهم يجي بس بريفلكس سيمتومز وحتى ما يكون في ريجارج فود عشان افكر في الاكليزيا، ف which is more common زي ما قلنا في الاكليزيا than reflux disease. طيب 32 years old male patient known case of GERD on maximum dose of BBI with mild improvement. Endoscopy was done, it was normal. هذه كلها سؤالين مختلفة، كانت كده بسيناريوهات يعني يعني كل واحد له إجابة. What is the best next step? 24-hour pH monitoring study. نستخدم قدم دوبليكيشن مانومتري or to add H2 receptor antagonist. فهنا الجواب حيكون الـ 24-hour pH monitoring study. ليش؟ لأن المريض عنده يعني only mild improvement with BBI، لكن الـ endoscopy is normal. But you're still not sure whether this patient has gastroesophageal reflux disease ولا لا. فيو اسس وذ ذا وذ ذا ستدي وحتى تتاكد. فهذه اسئله الاسوفجيال ديزيز من اكثر الحاجات اللي دائما يسالوكم فيها. يعني انا الصراحه ما اتوقع، قلت لكم الكورس هذا اللي نقدمه الاسئله تخرج منه، يعني لما تتكرر لكم في الاختبار، لانه هذا اللي بيصير اخر 3 سنين، يدخل اختبار يقولوا لي هي نفس الاسئله اللي قلتوها في الكورس. نادر تجي اشياء جديده، بس اللي يبغى يحتاط تماما ممكن انه يقرا في المواضيع نفسها دي، يعني عشان يعرف الابروتش كامل للديزيز، بحيث لو جات اسئله عليه ما يغلط فيها. فالنكس عند البنكرياتيك ديزيز، وعاده اسئلتها قليله في الكورسات اللي نقدمها لانه ما يجيبوا كثير، لكن دي السنه جابوا اسئله جديده وكلها عن المانجمنت، فيعني انترستينج كويستشنز. خلينا نشوف. نبدا ب 48 years old overweight woman with a history of type 2 diabetes with repeated episodes of abdominal pain. She has been hospitalized 6 times in the past years for similar complaints. She reports that the pain occurs after eating, radiates to her back, nausea and vomiting. She has brown velvety hyperpigmentation of the axillary skin. What is the diagnosis? Gallbladder cancer, duodenal ulcer, cholecystitis or pancreatitis. فهنا السؤال طبعا كده نقلينه في تجميعاتكم. الهيستوري از تيبيكال فور بنكرياتايتس. ممكن انها اكيوت ممكن انها كرونيك، هم ما حددوا هنا في بس يعني هذا مور اكيوت صراحه. ريبيتد ابيسود اوف ابدومينال بين و النوزي او فوميتنج ممكن يكون اكيوت اون توب اوف كرونيك بنكرياتيتس، لان عنده ريبيتد ابسود. فعاده الاكيوت بنكرياتيتس لما تيجي ريبيتدلي يدخل المريض في كرونيك بنكرياتيتس، ويصير على طول عنده كرونيك ابدومينال بين، بيجاستريك ابدومينال بين. ف ايذر ويز الجواب ما كان كذا حاطين بس بنكرياتيتس كذا بشكل عام، وهي حتكون الجواب الصح هنا. ليش عندها المريضه براون فيلفيتي هايبر بيجمنتيشن اوف ذا اكسيلري سكن؟ طبعا هذا المقصود فيها acanthosis nigricans، عارفينها اللي هي الفايندينج هذا اللي ديسكرايبت هنا. فهذه لها اسباب كثيره من ضمنها التايب 2 دي ام. It can explain it. لو في الخيارات، متى اقول لكم هذا السؤال صعب جدا؟ لو في الخيارات gastric cancer، وقتها هنا I would go with gastric cancer. لكن لما نقلوا بالاربع خيارات هذه كده ناقلينه، فحاطين gallbladder cancer و I search for it، ما في association.
والبرزنتيشن اصلا is not going with gold bladder cancer. لكن فانتبهوا من دي النقطه. هنا طبعا في اكسبلينيشن لهذا السكين فايندنج اللي هو التايب 2 دايابيتس كان كوز كانتوسيس نيجريتنس. وبالتالي هنا most likely diagnosis حيكون pancreatitis. بس لو في gastric cancer it would be يعني more likely لأنه بيجي مع acanthosis nigricans وبرضه بهذا ال presentation recurrent severe abdominal pain و nausea and vomiting. طيب patient known to have multiple gallstones present with severe gastric pain and vomiting admitted to the hospital and lab shows high amylase 250, high WBC and high direct and total bilirubin. What is the most appropriate initial management? ERCP, ultrasound, IV antibiotics or IV crystalloid infusion. هنا أبغاكم يعني هذا common صراحة السؤال كثير كان يجي أيام الكلية أتذكر أو أسئلة شبيهة به. في الأكيوت بنكريتاتيس لازم ترتب أولوياتك أو إيش تبغى تسوي أول شيء. أول حاجة المريض أو الأكيوت بنكريتاتيس is diagnosed clinically. فالمريض هنا جاي به presentation ماشي مع acute pancreatitis. رقم اثنين احتاج اللابس. فاللابس is going with acute pancreatitis. خلاص هنا انا ما احتاج الامجين لاني انا احتاج 2 out of 3 criteria من اللي هي الحاجات هذه اللابس والكلينيكال والراديولوجيكال evidence. فهنا ما حتعمل اي امجين في الموضوع. طبعا antibiotic not indicated حتى لو هاي WBC you have to confirm. يعني في acute pancreatitis not indicated to give IV antibiotics الا اذا في confirmed infected pancreatic necrosis وقتها ممكن نعطي antibiotics. Otherwise management تكون with IV crystalloid infusion. طيب ما حسوي ultrasound؟ لا. لما يخيرني بين IV fluid و ultrasound حنبدأ أول شيء management لأني ما أحتاج any more evidence. يعني المريض عنده high pancreatic enzyme ويعني هي more than اللي هي 3 fold the upper normal limit مع risk factor مع typical presentation. فخلاص هتبدأ الـ IV fluid وبعد كده تسوي ultrasound which will not change the management. يعني انت بس هتشوف هل في stones ولا لا في الـ ultrasound ما هتقول لك هذا المريض عنده pancreatitis ولا لا. فهنا أول شيء نبدأ بالـ fluid your initial management. هنا الجواب حيكون IV fluid بعد كده لأنهم شفتهم في بعض التجميعات تعطينه ultrasound abdomen وهذا خطأ. طيب old man came with jaundice and dark urine. He has palpable gallbladder and his lab shows high direct bilirubin. What is the most likely diagnosis? CLADSCAN tumor, perihilar tumor, CBD stone or pancreatic cancer. فالCLADSCAN tumor المقصود فيه اللي هو الكولانجيوكارسينوما اللي هو cancer in the biliary tract or biliary system. فهنا المريض هذا typical presentation. again أسئلة كلها ترى straight forward سهلة. هذه يعني هنا typical painless palpable gallbladder is consistent with pancreatic cancer. خلاص المريض اللي يجي painless jaundice خلاص obstructive picture وعنده palpable gallbladder هذا على طول حيكون هنا التشخيص بكريتيك كانسر تختاروا وانتم مغمضين. لانه ستون وحتى الانترا هيباتيك بليري مالجنسي it will not cause palpable gallbladder. بالعكس هتكون contracted it will not be palpable. ويعني برضو غالبا حيكون معاها بين خاصة الستونز. فالبنكرياتيك كانسر كان بريزنت وذ ابيجاستريك ابدومينال بين واتس ا كومون بريزنتيشن. لكن لما يكون في جوندس وبالبابل جول بلادر او بينلس بالبابل جول بلادر هذا كونسيستنت وذ ديجنوز اوف بنكرياتيك كانسر تيبيكال كده بريزنتيشن مشهور خاصه في الام سي كيوز. طيب ميل بيشنت بريزنتس وذ 2 دايز ابيجاستريك ابدومينال بين اند جوندس لاب شوز هاي لايباز اند امايلاز التراساوند ابدومين شوز مالتيبل جول بلادر ستونز and dilated CBD, started on IV fluid and antibiotics. What is the best next step? Observation, ERCP, MRCP, cholecystectomy. فهنا المريض جايب again the typical picture of acute pancreatitis بس كمان عنده jaundice. طيب وعنده dilated CBD رقم 2 ورقم 3 عنده
اللي هي طبعا الهاي لايبيز واميليز. لا بس هو ما ذكر البيليروبي في السؤال الثاني، ذكره هنا. ما في بيليروبي، لكن في جوندس، وهذا ايفيدنس انه في هاي بيليروبي. فهنا يو ار 100% شور المريض هذا عنده اللي هي بيليري اكيوت بنكرياتايتس وذ اوبستراكشن في السي بي دي. فحطوها في بالكم، جدا مهمه، وكويس انهم جابوا سؤال عليها، وانه لقيت يعني عدى علي السؤال هذا، بس عشان اوصل بالمعلومة لانه البعض ما هم يعني عارفينها كويس. مانجمنت اوف اكيوت بنكرياتايتس، اول حاجه قلنا اتس كلينيكال with high labs أو high amylase or lipase اللي هي labs consistent with acute pancreatitis. Next step to start the fluid, you do ultrasound abdomen, you check if there is stones. إذا في obstruction with CVD, your next step should be ERCP within the same admission. يعني وقت ما المريض admitted لازم تسوي له ERCP وتشيل الستون اللي ساد CVD. Otherwise مهما تعالج فيه مستحيل يطلع من الacute pancreatitis هذه، وحيدخل في أكيوت كولنجايتس، وحيدخل في سيبير سيبسيس وفي سيبتيك شوك، وبالتالي لازم تعمل إي آر سي بي وريموف الستون. إذا ما في دايليتد سي بي دي ولا في جوندس ولا الحاجات اللي تقول إنه في أوبستراكشن أو اللي هو نسميه كوليدوكريتياسيس، وقتها ما يحتاج أسوي إي آر سي بي. المانجمنت تكون أي بي فلويد وأوبزيرف ذا بين، وبعد كده عادي يخرج البيت. كوليسيستكتومي لا، مو يعني whether it's in the same admission or later، المهم انه ما هي priority هنا، اهم شيء انه stone اللي ساد ال CBD يعني to be removed. طيب فهذه اهم الاسئله اللي موجوده عندكم على البنكرياتاس. يعني هذه السنه فيها اسئله مهم تراجع موضوع الاكيوت والكرونيك بنكرياتاس والبنكرياتيك كانسر كلها، و يعني الحين تجيكم عليها اسئله. طيب next inflammatory bowel disease، وهذه لازم كل سنة تشرف في الاختبار زي ما انتم عارفين، وأغلب أسئلتها صراحة سهلة جدا، فأنا متأكد أنه ما بينقلوها لكم، لكن لما تدخل الاختبار حتشوفوها اللي how to differentiate between Crohn's و ulcerative colitis. فهذا الجدول فيه تفاصيل كثيرة وحاجات جدا مهمة ولازم تراجعوه قبل الاختبار. يعني دائما كل سنة بقول ده الكلام، وشوفوا هذه السنة دحين حوريكم أسئلة برضو كلها بيست على الحاجات اللي موجودة هنا. فلما يقول لك إنه colonic involvement only، هذا هي ulcerative colitis begins in the anorectal margin و variable proximal extension، بعكس Crohn's اللي it can involve any part of the GI tract. It can cause perianal disease. It has batch distribution, skip lesion. هذه كلها keywords مهمة. How to differentiate between Crohn's and ulcerative colitis. على طول تختار skip lesion من Crohn's. فهذه كلها مهمة. الحاجة الثانية في البرزنتيشن، if there is bloody diarrhea. فذكروا دائما أن ulcerative is more likely than Crohn's. مو معناته أن Crohn's cannot cause bloody diarrhea، لكن لما يخيرني بين الاثنين وما في differentiating factor غير هذه المعلومة، على طول اختار ulcerative colitis. الانفلاميشن يكون limited to the mucosa، كده يجيبوها لكم في السؤال. أيا كان ممكن ما يكون what is the most likely diagnosis، يكون management question. فما اختار management of Crohn's، اختار management of ulcerative colitis. ليش؟ لأنه قال لي limited to the mucosa، وقال لي في crypt abscess or cryptitis or loss of goblet cells. ففي Crohn's disease لا، يكون transmural inflammation, deep fissures, fistula, watchy changes, granulomas, اللي non-casating granulomas. هذه كلها feature of Crohn's، ويجيبوها لكم في الأسئلة دائما، تلاقوها في MCQs. How to manage ulcerative colitis، دحين حنتكلم في أسئلة تبين المانجمنت والالجوريثم اللي هو how to manage. طبعا main line of treatment الـ5 ASA اللي هو الميسيلامين. It can be given topically أو it can be given orally. Topically اللي هو المقصود فيها الانيما أو السوبوستري. الكرونز ديزيز عادة إذا في فلير ويجيف ستيرويد، وبعد كده ستيرويد سبيرنج ايجنت اللي الأزات البرين والميثوتركسات والحاجات هذه. طيب شايفين هنا في معلومة جدا مهمة صغيرة هذه السنة جابوا عليها السؤال في الـ في الـ في الـ في الاختبار الجديد. Colectomy is curative. تمام. هنا surgery for complication is not curative. طيب دحين حتشوف السؤال اللي عليها.
فايتس امبورتنت دائما هذا الجدول لازم تكونوا عارفين التفاصيل. ففي الالسنه كلها تسفت، قال لي عملت سكوب كولونوسكوبي ولقيت بس انفولفمنت اوف ريكتم روكتايتس نسميها، فهنا حتعطي سوبوستوري او انما اللي هي توبيكال ميسيلامين اللي هو ال 5 اس اي. ممكن يجيبوا لكم ميسيلامين اسمه الثاني 5 اس اي الاسيتال سلسليك اسيد. فهذا واحد. اثنين اذا كان في اكستنسيف ليفت سايد ديزيز يعني ريتشنج سبلينك فليكتشر، هنا لازم يستخدم توبيكال واورال ميسيلامين، ما يكفي بس اني اعطي توبيكال. طيب لو في سيفير ديزيز، كيف اعرف انه في سيفير ديزيز؟ في سيستميك مانيفستيشنز، في فيفر، في لوكوسايتوزس، هاي سي ار بي، في 6 تو 7 تايمز دايريا، بلاد انيميا، كل ذيس فيتشرز اوف سيفير فلير. لازم مهم تكونوا عارفينها على طول. هنا اي في ستيرويد ممكن ريكواير ادمشن المريض اللي زي كذا في الالسنه كولايتس. فلازم افرق بين السيفير فلير وما بين الحاجات اللي هي السيمتومز العاديه، ابدو من البين عنده كرونيك، ابدو من البين وبلادي دايرية وبس انه هي از ستيبل ولا في سيستميك مانيفيستاشن. فهذه كده المانجمنت اوف السيرات كولايتس ان بريف سمبلي، يعني ما بدخل تفاصيل كثير بس. طيب patient diagnosed with ulcerative colitis 6 years ago when he should be screened for colon cancer annually till age of 50 if there is mild inflammation at time of diagnosis or after 8 to 10 years of, from the diagnosis. فهذا هو الجواب الصح. افترض ان نبدا اللي هو screening after 8 to 10 years from diagnosis. وفي ulcerative colitis the risk is higher than Crohn's disease to develop اللي هو malignancy. هذا أول سؤال. طيب patient presents with lower abdominal cramping, bloody diarrhea and tenesmus over the last 6 months. من هذا البرزنتيشن كمل تقرأ السؤال وانت متأكد أو مو متأكد بتفكر انه this is more likely to be ulcerative colitis than Crohn's. التنسمس والبلادي diarrhea هذه كلها symptoms أكثر تيجي في ulcerative colitis. في rectal examination there is small amount of bright blood, colonoscopy shows significant inflammation, priority كلها ما يعتمد. pseudo polyps هذه again واحدة من الفيتشرز اللي بنشوفها في الالسراتيف كولايتس. extending from the rectum to the splenic flexure, what is the definitive treatment for this patient's underlying disease. لو حطوا لكم 5-ASA هنا أو ميسيلامين كثيرا متأكد حيختاروه as the correct answer لأنه ما انتبهوا أنه هنا يبدأ definitive treatment. عشان كده أقول لكم دائما ركزوا، كثير ناس بتضيع عليهم درجات عشان آخر سطر بس يكون ما قرأ السؤال مظبوط أو ما انتبه. وفي التجميعات حتى ما ينقلوها لكم دائما يعني as correct، يقول لك what's the next step، وفي السؤال ما يكون سأل next step، يبدأ definitive treatment. انتبهوا إيش يبغى بالضبط في السؤال، ويعني ممكن تتبعون الطريقة الثانية اللي كثير من الزملاء بيتبعوها، أنه أول ما يبدأ يقرأ السؤال يقرأ آخر سطر وبعد كده يبدأ يكمل الكيس، بس أتليست يعرف إيش المطلوب وإيش أو يقرأ الخيارات وبعد كده يرجع يقرأ السؤال ثاني. فهنا الديفينيتيف مانجمنت حتكون توتال بروكتوكوليكتومي زي ما قلت لكم موجودة في الجدول. لأن الديفينيتيف يبقى خلاص اللي حيتعالج بعدها المريض طبعا السميجور سيرجري وحيصير ما عاد عنده كولون ولا ريكتوم ولا لكن في المقابل ما حيعاني لأنه ما حيكون فيه أي سيمتومز لأن الديزيز only involve الكولون. فتوتال بروكتوكوليكتومي is the definitive treatment. What is the most common involved site in Crohn's disease؟ هذا السؤال زمان كان يجي زمان أول مرة أول يعني مو زمان مرة قبل 3 سنين أول مرة أعطيت الكورس قبل سنتين أو قبل 3 سنين. الموست كومون سايت كان في الخيارات في إليوكوليك يعني كان جيجينا إليوكوليك ديزيز كولون ريكتم. دحين اللي موجود في تجميعاتكم طبعا حذفته بعدها السنين اللي بعدها ما عاد كان موجود السؤال الآن رجع بصورة مختلفة أو يعني ما أتوقع أنه مو نفس السؤال بس either way الموست كومون سايت هنا ما بين هذه الخيارات الموجودة إز ذا إليا. لكن لو قالوا لكم إيش الموست كومون سايت وكان في إليوكوليك حتختاروا إليوكوليك ديزيز is the most common scenario involve اللي هو التير من الإليوم بالتحديد التير من الإليوم مع السيكم. ف إليوكوليك ديزيز is the most common. طيب هذا السؤال صراحة not related للإنفلاماتوري باول ديزيز والمانجمنت تبعها بس إنه يعني
related للكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بسببها. فهنا young man with history of IBD inflammatory bowel disease brought to the ER with change in his behavior. His friend reported that he's not been sleeping and acting irritable, depressed. He has rash on the dorsal surface of his hands, face, and neck. The patient appears apathetic and has episode of diarrhea and vitamin deficiency. What is the cause of his symptoms? niacin deficiency, level vitamin B3, thiamine deficiency, level B1, vitamin C deficiency, or vitamin B12 deficiency. هنا طبعا حيكون الجواب اللي هو niacin deficiency. البرزنتيشن از كونسيستنت. طبعا المرضى اللي عندهم inflammatory bowel disease وخاصه هنا كرونز لانه involved في small bowel it can cause malabsorption وبالتالي يعمل manifestation اي vitamin deficiency. فمن ضمنها البي 3 طبعا مور كومن انه الفات سوليبل فيتامينز ياثر على الابزوربشن, لكن حتى الووتر سوليبل زي الفيتامين بي بمختلف اشكاله ات كان بي انفولد. فهذا الديزيز بنسميه بلاغرا, بلاغرا اللي هو ديفيشنسي اوف فيتامين بي 3. ف ات يوجوالي بريزنت بهذا الشكل, ترياد اوف 3 دي كانوا يسموه 3 دي, ديريا, ديمنشيا, وديرماتايتس. خلاص كيف يعني كلها ثلاثة موجودة. فيعني افتكروا طبعا it's rare وما هو حاجة common, لكن السؤال يعني مفاجئ شوية صراحة ومهم تكونوا عارفين إجابته بس عشان هذه النقطة في الاختبار. Triad dermatitis, dementia, ويكون المريض عنده دايرية فعلى طول تفكروا مع underlying يعني لازم في risk factor زي IBD. طيب 24 years old male patient presented with bloody diarrhea for 1 month. Colonoscopy was done and showed continuous mucosal inflammation and ulceration reaching the splenic flexure. What is the most appropriate management? Topical mesalamine, IV steroid, IV antibiotic, or topical and oral mesalamine? زي ما قلنا هنا, it's extensive left-sided disease, so your next step should be topical and oral mesalamine. اللي هو التريتمنت اوف تشويس هنا حيكون to decrease inflammation. ما حيكفي بس اني اعطي topical اللي هو الانما او السوبسيتوري, لازم اعطي أورال كمان معه. فهنا كيف يعرف طبعا إنه المريض ده عنده بلادي دايرية وعنده continuous mucosal inflammation confined للميوكوزل بس ما دخل سب ميوكوزل وترانسميورال, فعلى طول هنا عرف إنه ألسرة كولاتس ما حنختار ستيرويد. طيب فهذا بالنسبة لأسئلة الانفلاماتوري باول ديزيز. نشوف الهيباتايتس. الهيباتايتس طبعا لما ترجعوا لمحاضرة السنة اللي فاتت مهم برضو قلت لكم ترجعوا لها, فيها شرح كامل للسيرولوجي, الهيباتايتس السيرولوجي, لانه كانوا بيسالوا اسئله كثيره عليها. دي السنه ما هي موجوده وما عدت علي في التجميعات, لكن في اسئله ثانيه مختلفه ريليتد لديفرنت يعني ريسك فاكتورز وحاجات ثانيه. فهنا السؤال 59 years old male present with jaundice for 2 months. On examination he has enlarged liver. CT shows cirrhotic liver with 4x5 hepatic nodule, which of the following risk factors is strongly associated with this condition? Aflatoxin, lead toxin, Wilson disease, or HBV. فبعض هذه can be associated, لكن a strong risk factor which can cause cancer. يعني طبعا هذا cancer خلاص. Cirrhotic liver ونوديول وجاي دحين بجوندس ويعني يعتبر old age. فهنا حيكون طبعا الجواب HBV, hepatitis B virus, وهذه جدا مهمة. لو جابوا لكم سؤال خيرك بين hepatitis B و hepatitis C as the worst risk factor for cancer اللي هو liver cancer و hepatocellular carcinoma, حتختاروا HBV لأنه الوحيد من ضمن الهيباتيتس فيروس, مع طبعا هو الفيروس الوحيد اللي DNA virus, بالتالي ممكن انه يعمل اللي هي يعني كارسينوجينيك يعتبر. ف it's very important انه هنا الورس بغض النظر عن الافلاتوكسين, تذكر انه associated also with malignancy او HCC, لكن الاهم هنا والstrongly قال لكم associated الHPV. طيب patient was recently diagnosed with HCV, came to start anti-hepatitis treatment, has viral load of 2 million, no signs of liver cirrhosis, lab shows only mild elevation liver enzyme. What is the best next step? فهذا المريض عنده high viral load
ومايلد اليفيشن ليفر انزيم، كل هذا الكلام ما يهم. المريض اللي يبغى يبدا تريتمنت وعنده كونفيرمد هيباتيتس سي يو شود ستارت تريتمنت. فهنا طبعا حطوا لكم بيج انترفيرون انتكافير سوفوسبوفير ولا ديسشارج اند سي ذا ريزلت افتر 3 مانس. فهنا حيكون الكومبينيشن ثيرابي طبعا حق الهيباتيتس. هذا اول سؤال يعني يعدي علي في الهيئه جديد هذا السؤال. طبعا كل سنه انا بشرح حتلاقوها موجوده في محاضرة الهيباتيتس على القناة، دائما بشرح الهيباتيتس سي تريتمنت وأسماء الأدوية مع أنها تعبني، بس يعني لأنها مهمة فهي متعبة أسماءها شوية. بس ال 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 الأول سؤال هذا أول سؤال يجي عليها يعدي علي يعني في ممكن تجيكم أسئلة عليها، فلازم تكونوا عارفينها. يعني ما هو أول مرة تشوف الميديكيشن دي ويعني ما تعرف أو تغلط في السؤال. فسوفوس بوفير مع الليدي باسبير هذه الكومبينيشن البست كومبينيشن. طبعا الديوريشن فيها تعقيدات كثيرة وتختلف على حسب الجينوتايب، بعضها 12 months بعضها 24 months يعني سنتين ممكن، لكن ما يهمكم، أهم شيء تعرف الميديكيشن. ما جابوا لكم سيرة الديوريشن هنا، يبغوا بس تكونوا عارفين هيباتيتس سي حتعالجوا هذه الميديكيشن. لو بي هتختاروا انتي كبير 50 years old with history of ischemic heart disease, diabetes, admitted to ICU with severe pneumonia, was treated with antibiotics. After 3 days of admission, he developed hypertension, treated with hydration and anotropes. On admission, his labs was normal, and now after 3 days, he has total bilirubin of 20, very high AST or ALT in the 1000 range. What is the most likely cause? فهنا ischemic hepatitis, intravascular hemolysis, ICU related jaundice or ecchymic vasculitis. هذا الوحيد من الأسئلة الهيباتيتس مكرر موجود من السنة اللي فاتت، لأنه متكرر كثير برضو في تجميعاتكم دي السنة. اللي الجواب هنا طبعا حيكون ischemic hepatitis. ليه؟ لأن المريض جاله hypotension، مريض أيا كان arrested أو في history of hypotension في السيناريو، وفجأة بعدها صارت الـ AST والـ NT more than 1000 أو في 1000 range، على طول اختاروا ischemic hepatitis. هي كده على طول. مريض قال لكم arrhythmia أو دخل في shock أو دخل في arrest، ما جيبوا hypotension يقول لك arrested ورجع CPR done ورسك established والآن الإنزيم بدأ شكل، فهذه shock liver أو ischemic hepatitis. طيب نيجي لأسئلة الأبر جي آي bleeding، ودائما أهم شيء تعرف المانجمنت اوف جاسترو اسفجيال فاريسز او ابر جي اي بليدنج ريليتد لجاسترو اسفجيال فاريسز. كل سنه بيسالوكم فيها، احيانا يجددوا الاسئله احيانا نفسها. مهم انكم تكونوا عارفين كل التريكس اللي ممكن تجي. فدائما اقول لكم فيرست ستيب وي جيف اي في فلويد. طبعا معليش فيرست ستيب اي بي سي خلاص، يعني هذا اول شيء واهم شيء. اول حاجه تبداوا اي بي سي، لأن السؤال اللي جايبين لكم دي السنة يبغى الـ ABC. فأول حاجة ABC، بعد كده تبدأ طبعاً بالـ with IV fluid. After initial management with IV fluid hydration, octreotide to reduce اللي هو الـ portal pressure. بعد كده إذا سألكم but decrease mortality again، نفس السؤال ده كل سنة بيتكرر وموجود دي السنة يعني بسيناريو غير، بس عن اللي دائما بحطه في الأسئلة different scenario، بس نفس الشيء يسأل what reduces mortality البروفيلاكتيك antibiotic لأنها تقلل الـ incidence of spontaneous bacterial peritonitis والـ incidence of sepsis. بعد كده finally we do emergency endoscopy with variceal band ligation to stop the bleeding، ويخرج المريض بعد كده على secondary prevention with beta blockers. BBI has secondary rule، أوكي حنعطيها، لكن لا تختاروها في أسئلة السيروزيز، ما هي الجواب الصح، أو قصدي في أسئلة الأسوفيجيال فاريسيز. وطبعا لاكتولوز is important عشان الهيباتيك انسيفالوباتي، فلازم نعطي كل المرضى اللي جايين جي آي بليدين. فهذا السؤال، هذا السؤال اللي أقول لكم اللي هو موجود دي السنة، 67 years old with a known history of hepatitis C related cirrhosis came with massive hematemesis variceal bleeding is suspected. On examination, his drowsy, tense ascites,
normal blood pressure, heart rate, يعني vital stable, المريض globin is 8, INR is high, which of the management option would greatly benefit reducing this patient's mortality. خلاص ما دام قال لك mortality او سأل عن ده شيء على طول هنا تختاروا ال IV ceftriaxone او اللي هي ال antibiotics in general. It's very important لما يبغوا المورتاليتي لازم اعطي اقول للانتيبيوتيك لانها تقلل الانسيدنس اوف اس بي بي شون تو ديكريز مورتاليتي ان بيشنت وذ upper GI bleeding secondary to esophageal varices. طيب a patient known to have liver cirrhosis present with massive hematemesis, he became drowsy, blood is oozing from his mouth, فخلاص هذا not able to protect his airway. What is your next step? Blood transfusion, endotracheal tube, injection of ecturicide or PPI infusion. فاحنا صح نتكلم في المانجمنت دائما ونقول ستيبس وامشوا دائما, انا اركز بشرحي دائما على الخطوات لان عارف ان الاسئله كل حل الام سي كيوز بيعتمد على فهمك للتسلسل اللي حتمشي فيه. فهنا رقم واحد دائما اكيد الاي بي سي. المريض انت حسيت حتى ان ريال لايف المريض از يعني gonna crash at any time, فهذا دراوزي الان في change في الليفل اوف كونشسنس معناته انه في last stage of shock و he's having يعني blood is oozing from his mouth معناته انه المريض will aspirate. خلاص هذا واحد و is not able to protect his airway, هيدخل blood للung و هيصير aspiration و he can suffocate, but you need endotracheal tube. خلاص هذا برضو يتكرر كثير من يعني تجميعات بداية 2023 من جانيو اللي هو موجود السؤال, فمهم تكونوا عارفين هنا طبعا ABC. طيب 65 years old male patient known case of liver cirrhosis came with upper GI bleeding after initial management with IV fluid, which of the following should be given before endoscopy. يعني يقول لك liver, known liver cirrhosis أو أنه يجيب لك signs of chronic liver disease. انتبهوا يعني هنا كثير يسألوا كيف أعرف طيب أنا أنه هذا البيشن cirrhotic والبليدنج اللي عنده ما هو related لبيبتيك ulcer related لفاريسس. في الكيس لازم يقول لك يا يعني انه known alcoholic for long time وعنده signs of cirrhosis او portal hypertension, فهذه الحاجات كلها تخليني اعرف. بعد كده على طول حختار اكتريتايد. المانجمنت هنا حتكون before endoscopy you should give اكتريتايد to reduce اللي هو البورتال بلد بريشر, ايوه البورتال بلد بريشر. طيب next هنتكلم في الكرونيك ليفر ديزيز, وعاده قليلة الأسئلة. يعني أنا دائما لما أشرح الليفر ديزيز وحتى في المحاضرات طول أكثر شيء لأنها أهم جزئية يمكن في الجاسترو وأكثر الموضوع عليه أسئلة ومثير للجدل. لكن هذه السنة يعني أعطوا الكرونيك ليفر ديزيز حقها, فحتشوفوا كمية الأسئلة الجديدة اللي حطيناها. بس أهم حاجة لاحظتها وصراحة جدا مهمة وأنا كل سنة بشرحها لكن جدا يعني صارت مهمة جدا, انه في ثلاثة اسئلة كلها نيو كويستشنز على هذا الموضوع اللي موضوع السيرم البومين اسيتيك جريدينت. لازم تكونوا عارفين جايبين لهم السيرم فاليوز لابس كثيرة كده حاجات كل اللابس من ضمنها الالبومين اللي هو انا يهمني, وحطي لهم برضو الاسيتيك اللي هو التابينج والريزلت من ضمنها طبعا الالبومين. فعلى طول حناخذ السيرم البومين نطرح منه الاسيتيك فلويد البومين عشان نحسب الساق. اتس فيري ايزي اف اتس مور ذان 1.1 جرام بير ديسيليتر, معناته انه الفلويد بروتين او البومين از لو. السيرم كثير لكن الالبومين في الاسايتس از لو, فهذا ماشي مع ترانسوديتيف اسايتس. خلاص اذا كان هاي يعني مور ذان 1.1 اللي هو الريشيو او الجريدينت, ومعناته انه البروتين في الاسيتيك فلويد از لو يعني العكس, وهذا معناته انه المريض عنده يا خلينا كده نقسمها عشان لا تلخبطوا سيروزز او كارديك ريليتد ايشو اللي كونجستيف هارت فيلير مينلي وكونستركتيف ريكاباتيس ممكن معها, او انه المريض عنده سيروزس. هذه اهم اثنين لازم تعرفوها كيف افرق بينها. اسيتيك بروتين كيف اعرف الاسيتيك بروتين؟ هو يعطيك في السؤال اسيتيك بروتين يقول لك 3 جرامز كده اعطوهم هو في السؤال 3 جرامز او 4 جرامز, او يقول لك فاذا كان مور ذان 2.5 هذا كونجستيف هارت فيلير, اذا كان ليس ذان 2.5 فهذا سيروزس. خلاص كيف افتكر هذه؟ طيب هذه شويه
افتكره دائما انه اقل بروتين والبومين حتشوفه في حياتك في فلويد في السيرتيك بيشنت. ليش؟ لانه عنده هايبو البومين، اما الليفر هي السورس او هي المصنع اللي يصنع البروتين. ف this patient has يعني very minimal protein because the liver is not producing albumin، وبالتالي حيكون عنده very low protein في الاسيتيك فلويد، حيكون less than 2.5. هذا الرقم حيعطيكم هو، لكن هذا انتم تجيبوه، انتم تحسبوه. طيب فاذا more than 1.1 it's cirrhosis or heart failure with differentiating factor acidic protein. لما نشرح لهم أقول لهم غالبا ما حيجيبوا لكم هي، بس خليكم عارفين لا دي السنة جابوها لكم، إنه سؤال cirrhosis سؤال heart failure just based on this number أو على البروتين. إذا less than 1.1 طبعا هذا اللي هو الاكزوديتيف، من ضمنها النفروتيك سيندروم والبنكرياتيتس تي بي بيرسونيال كارسينوز، وهذه يعرفها بالهيستوري، في هيستوري اوف كونتاكت تي بي، في كونستيتيوشنال سيمتومز اوف كانسر، سيمتومز اوف بنكرياتيتس، كل هذه الحاجات تخليني أعرف إنه المريض عنده الـ underlying disease causing الـ low SAG. A decreased SAG واحد من هذه الـ diagnoses. طيب how to manage ascites sodium and water restriction، هذه برضو فيها سؤال جدا مهم لازم تكونوا عارفين management، تبدأ بهذا الشيء. بعد كده سؤال تاني يعني الأساتذة دي السنة ممكن من أكثر المواضيع اللي عليها أسئلة في الاختبار، لازم تكونوا عارفين خاصة اللي related to liver cirrhosis. diuretic therapy في portal hypertensive ascites it's usually responsive، لكن إذا كان non-portal hypertensive ascites للإكزودات you need to treat the underlying disease، لكن في portal hypertensive ascites أو اللي هي transudate حتى حق الهارت failure ما بنعطي إحنا diuretic، فهي دائما إذا كان transudate response with diuretics، exudate doesn't respond. Spironolactone is the preferred first line. إذا خيروني بينه وبين الفيروسامايد هنختار spironolactone أو اللي هو الألدوستيرون antagonist. هذه فيها سؤال الصح والأبروتش في up to date إنه نبدأ الاثنين، وهذا اللي بيصير spironolactone وفيروسامايد الاثنين. أي مريض ascites liver cirrhosis نبدأ الاثنين وtitrate up، نزود الدوز لأنه وصل للماكسيمم دوز. هذا طيب في refractory ascites نضطر نعمل therapeutic large volume paracentesis، نسحب الفلود أو نركب درين، واللاست resort التبس أو اللي transregular intrahepatic water systemic shunt. طيب خلينا نبدأ بالأسئلة الموجودة عن اللي هي الاسايتس والليفر cirrhosis. Patient known to have liver cirrhosis due to hepatitis C infection presents with ascites which did not respond to repeated paracentesis. Which of the following is the appropriate management? Avoid high fat diet, avoid high protein, avoid high glycemic diet or strict salt intake. فهذا السؤال ما أدري هو من جد ريبينا لهم زي كده ولا يعني في خطأ في نقله أو شيء، لأنه it's very easy question straightforward إذا بس يعني متكرر كثير في التجميعات وبعض الأحيان محلول غلط. It's easy question. Liver cirrhosis, you need to restrict sodium. هذا يعني basic جزء أساسي قبل أصلا لا تبدأ الديوريتكس وقبل لا تبدأ مع المريض أي شيء. Restrict sodium or restrict fluid. وهذا طبعا حيكون الجواب. البروتين والهذا رغم أنه مثير الجدل إيش التايب أوف دايت اللي مفيد للمريض، وهل في ريسك أوف هيباتيك إنسفالوباثي with high protein diet. ما في أي evidence عادي، بالعكس في بروتين انتيك محدد للمريض، في كربوهيدرات، كلها هذه مهمة. فاللي تعمل له restriction بس الصوديوم والووتر. A woman known to have liver cirrhosis present with ascites and confusion. Sodium level is 126. Potassium level is normal. Glucose is 8. What is the best next step? Furosemide half normal saline or normal saline or D5NS. فهنا المريضة عندها هايبوناتريميا، طبعا هذه ممكن تيجي كيس هايبوناتريميا، ويعني أنا الهايبوناتريميا لها بروش طبعا يعني الحال نتكلم فيه. بس هنا المريض عنده أسايتس، فأنت ما حتعطيه فلويد، this is for sure. يعني برضو again السؤال straight forward easy question، ممكن في تفاصيل أكثر من كده، بس هذه الكي بوينتس الأساسية. مريض أسايتس الآن أبدا ما حتعطيه فلويد، حتى لو عنده low sodium المانجمنت حتكون with diuretics، لأن هذا اللي نسميها hypervolemic hypervolemic hyponatremia hypotonic hyponatremia hypervolemic
هايبوتونيك هايبونتريميا، هايبوتونيك لانه اللي هي ترو هايبونتريميا حسب السيرم اوسمولاريتي. بعد كده حيكون الفوليوم ستاتس از كليرلي وذ اسايتس وليفر سيروزز اوفرلود، فهذه هايبر فوليميك تريتد وذ فيوريسامايد او اللي هو الليزكس. طيب فما حنعطي فلويد بما انه المريض عنده اسايتس. طيب A liver biopsy is obtained from a man with new onset diabetes, congestive heart failure, and testicular atrophy. A liver biopsy demonstrates extensive cirrhosis and Prussian blue stain, demonstrate numerous dark blue inclusion within the hepatocyte. What is the diagnosis? Hemochromatosis, Wilson disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, or alcoholic hepatitis. فهنا, this patient present with typical picture كده أعطوكم هي من أول سطر. New onset diabetes, congestive heart failure, testicular atrophy. طبعا الكونجستيف هارت فين قصدهم الكارديوميوباثي اللي بيحصل في مرضى الهيموكروماتوزز، restrictive cardiomyopathy, testicular atrophy, new onset diabetes. بس باقي البرونز سكين وخلاص واضح جدا انه هنا هذا typical presentation في هيموكروماتوزز. وينسون ديزيز لا، يجيبوا لكم imbalance, loss of balance و behavioral changes دائما in a young patient with family history of, طبعا كلهم غالبا يكون family history of chronic liver disease، وهي هذا اللي تخليك تعرف انه hereditary disorder. بعد كده على حسب في diabetes, heart failure, testicular atrophy, hemochromatosis, Wilson disease لا، يكون eye manifestation او اللي هي الكايزر فليشر رينج مع اللي هي neurological manifestation. Alpha-1 antitrypsin deficiency يجي بـ emphysema و lung involvement. والالكوليك هيباتاتس طبعاً حيكون في history of heavy alcohol intake. فهذه كلها مهمة، لازم تعرف الـ underlying cause of cirrhosis كيف بيجي أو بأي picture. هيباتاتس كيف بيجي، الهيموكروماتوزيز، الويلسون، الالفا-1 antitrypsin، كل هذه مع الديجنوستيك تيست فيها. كلها مواضع أسئلة يعني. جدا مهمة. فهنا it's easy question, straightforward. طيب 65 years old man with cirrhosis secondary to hepatitis C presents with fatigue and confusion over the past week. His history shows numerous hospital admission in the past year for variceal bleeding, symptomatic ascites, which necessitated several therapeutic paracentesis. He reports over the past 2 days he has decreased urination. He has jaundice, distended abdomen, hepatomegaly, high urea and creatinine. Which of the following is the most appropriate treatment for this patient underlying disease? Liver transplant, paracentesis, hemodialysis, or kidney transplant? هنا ما قال لك طبعا المريض سيروتيك، بس واضح او قال لكم فعلا انه سيروزي سكندري تو هيباتاتس. فبغض النظر عن الكلام ده كله يبغى underlying treat او treatment للunderlying disorder عند هذا المريض اللي هو السيروزي. فالديفينيتيف تريتمنت هنا is liver transplant. في أي cirrhotic patient the definitive treatment is liver transplant. النقطة هنا المهمة أن المريض هذا أصلاً وصل لمرحلة يحتاج فيها، يعني دخل فيه hepatorenal syndrome اللي يكون عندهم acute kidney injury, pre-renal acute kidney injury secondary to liver cirrhosis مع الأسايتس واللي هو refractory أسايتس اللي عنده. فالtreatment هنا حيكون liver transplant هذا last resort. فهنا يعني برضو واحد من الأسئلة اللي متأكد أغلبكم عارف الإجابة. 50 years old man present with decreased libido, inability to achieve and maintain erection for the past several months. He lost about 5 kg. He drinks alcohol. He has normal blood pressure, bilateral gynecomastia, firm small testis. Thyroid function is normal. What is the diagnosis? Chronic liver disease, testosterone insensitivity, adrenal insufficiency or exogenous thyroxine intake. هذا شيء جدا يعني بيسك ومره مهم تعرف كل المانيفستيشن الموجوده للكرونيك ليفر ديزيز. بعضها موجود في الكيس وبعضها لا، السبايدر نيباي، الكلابينج، الدوبيترين كونتراكشرز، البالمر اريتيما، الاسايتس، الحاجات اللي هنا طبعا اللي هي الديكريز ليبيدو والتستيكولار اتروفي، هذه مانيفستيشن اوف تستيكولار اتروفي، و الامبوتنس، الجاينيكوماسيا، هذه كلها features of chronic liver disease. Already he has the factor, risk factor اللي هو drinking alcohol. فهنا حيكون الجواب chronic liver disease. سؤال again easy question،
انا لين دحين شايف الاسئله ما كانت يعني تشالنجينج في الكرونيك ليفر ديزيز، لكن لازم تكونوا عارفين السيمبتومز والاعراض والكلينيكال فيتشرز للكرونيك ليفر ديزيز وللاندرلاين كوزز زي ما قلنا اللي ممكن تجي. ف خلينا نشوف السؤال. What is the most important prognostic factor in chronic liver disease? Albumin, bilirubin, prothrombin or ALT? طبعا prognostic factor حاجات كثير، لكن الأهم ما بينها وموجود حتى في ال criteria for liver transplant إنه when is the best candidate for liver transplant بعد الباراسيتامول، يعتبر أهم prognostic أو من أهم في ال advanced liver disease ال prothrombin البي تي. فهذا معناته ان السينثيتك فانكشن في الكدني في الليفر معليش وصلت لمرحله متقدمه، يعني اذا بدا المريض يصير عنده هاي بي تي. الالبومين يعني ات كان ستارت ايرلي، بعد كده المريض دي ديفلوب كواغولوباثي وهاي بي تي وبعد كده هاي بي تي تي. فهنا الموست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور البروثرومبين. طيب what is the diuretic of choice to decrease reaccumulation of ascites in patients with liver cirrhosis? Loop diuretic, azide diuretic, aldosterone antagonist or none of the above. زي ما قلنا ascites هنا خيرني بين الاثنين، يعني السؤال كده هم جايبينه بهذا الشكل. diuretic of choice فأهم واحد الaldosterone antagonist spironolactone هو الأهم. لو انه هارت فيلير فهم هنا قال لك يا رياكم ايش ان بيشنت وذ ليفر سيروزز قاصدين يبغون الالدوستيرون انتاجونست، لكن اللوب دايوريتيك في مرضى الهارت فيلير او الكونجستيف هارت فيلير فهنا حيكون الجواب الدوستيرون انتاجونست. هذا اجين واحد من الاسئله اللي قلناها في السلايد المانجمنت اوف اساتيس. فهنا نبدا اسئله اللي هي اللي قلت لكم اسئله الاساتيس والابروتش للساق. 65 years old male known to have hepatitis C, D, M, hypertension, came with abdominal distension and positive shifting dullness. Acidic tabbing is done and results is shown. He has serum albumin 3.7. Acidic fluid albumin is 2. Acidic fluid total protein is 3.3. Which of the following is the most likely cause of this patient's ascites? Cirrhosis, heart failure, nephrotic syndrome, or malignancy? فهنا المريض عنده سيروم البومين 3.7، هذا كده مثال عملي بس عشان اللي لسه ملخبط كيف يحسب الساق او كيف يحل في الاختبار. تاخذ السين طبعا هم ما يحط لك هذه الثلاثه كده بس يسهل عليك، يحط لك لابات كثير واسيتيك فلويد اناليسيس كثير. اهم شيء تاخذ السيروم البومين اللي هو 3.7 تطرح منه اسيتيك فلويد البومين اللي هو 2 يطلع لي 1.7. ف 1.7 is more than 1.1 فحنروح للترانسوديت على طول اللي هو هنا السيروزز والهارت فيلير. إذا عندنا اثنين فيعني it's not that easy. لما تيجي تدور الخيارات خلاص تبي تحل السؤال، لا هو مخيرك هنا بين الاثنين. فهنا تضطر تروح للأسيتيك فلويد توتال بروتين، قلنا إذا كان more than 2.5 heart failure فهنا جواب 3، لأنه 3.3 حيكون الجواب heart failure. مع أنه جايبين لكم هو المريض عنده هيباتيتس سي، يعني it's very tricky question صراحة. أول ما تشوف هيباتيتس سي حتختار سيروزز ويعني الحنكة تضيعك. فهنا مهم جدا في الساق، يعني هذه ما مركز عليها جدا مهم النقطة، لا تعترفوا إلا بالنمبرز بغض النظر عن السيناريو، لا تختار إجابة بس جست أون ذا سيناريوز، دائما نسوي فيها تريكس. يعني أتذكر سؤال مرة في الكلية جابوه لنا، مريض كان عنده الأمايليز في الفلويد حاطينه سلايتلي هاي وكثير اختاروا اكيوت بنكريتاتس مع انه الساق كان ماشي مع ترانسوديت والجواب سيروزز. والمريض طبعا الكوهوليك فايت كان بي بنكريتاتس وات كان بي سيروزز فالاثنين ريسك فاكتور. فيعني كده في بعض الاسئله فيها تريكس، دائما امشي مع الساق ما حتضيع. وبعد كده الفلويد بروتين توتال بروتين هتختاروا هنا هارت فيلير. طيب elderly patient present with descended abdomen who has history of TB 5 years ago treated completely. Acidic tabbing done result is shown. The serum albumin is 3.2. Acidic fluid albumin is 1.9. ما أجابوا التوتال بروتين أو ممكن في موجود في السؤال بس ما نقلوه. المهم إنه serum albumin 3.2 minus 1.9 هيكون 1 اللي هو الـ serum albumin 1.3.
1.3 طبعا مور ذان 1.1. فهنا الجواب طبعا لما نيجي نشوف الخيارات بايوجينيك، انت تشيك على الخيارات تشوف هل في 2 ترانسوديت ولا كلها اكزوديت ولا ايش الوضع. فهنا بايوجينيك، اساتيس، تي بي، مالجنت، هذه كلها اكزوديت، فالوحيد اللي ترانسوديت الليفر سيروسز، وهو الجواب الصح هنا. طبعا اللي شاف تي بي هنا 5 years ago برضه ممكن يضيع ويختار تي بي اذا ما حسب الساق. انتبهوا مره دي التريكس كده دائما يعني بتصير، لازم تحسب الساق، وهو هذا الهدف انه حطوا لكم السؤال يبغاكم تحسبوه. طيب كيس اوف اساتذه، هذا كده نقلوا السؤال موجود في التجميعات يعني، بس ممكن انا متاكد انه في سيناريو ديتيلد بس هو موجود بهذا الشكل. كيس اوف اساتذه ديكريز ساق، وات از ذا دايجنوزيس، الوحيد من الخيارات هنا اللي فيه ديكريز ساق تي بي، فهو حيكون الجواب الصح. بين اوكلوزيف ديزيز بس لهم الباد كايري، وهذا يكون ترانسوديت. طيب فان شاء الله تكون وضحت معاكم، وان شاء الله ما يجيبوا حاجات جديده غير الاشياء اللي ذكرناها هنا في الكرونيك ليفر ديزيز. طيب 63 years old man with anorexia and weight loss for the past 4 months. Medical history is significant for hypertension, latent tuberculosis treated 30 years ago. He has pallor, hepatomegaly, no abdominal distension or tenderness. He has positive fecal occult blood test. Hemoglobin is 9.8. MCV is 72. Total bilirubin 1.3. Alkaline phosphatase 190. AST or ALT is يعني unremarkable. Ultrasound reveals a solitary liver lesion measuring 2x3. خلاص إذا هو عنده liver lesion وعنده anemia وفي constitutional symptoms وفيه hepatomegaly pallor. ف يعني السؤال هذا again شوية challenging بس واضح المريض هذا، وطبعا مع الايج اتس malignancy، case of malignancy. هنا طبعا حيكون الجواب HCC او hepatocellular carcinoma. في احتمال كبير انه في اصلا risk factor في السؤال، زي انه المريض عنده هيب سي او اي فاست risk factor للهباتوسيلولار كارسينوما، بس حتى لو ما كان فيه still with this presentation with this finding في الالتراساوند the most likely diagnosis is hepatocellular carcinoma. focal nodular hyperplasia ما حتجيب weight loss or anorexia. metastatic liver disease حيكون multiple liver lesion، وهو هذا الكلو المهم هنا انه المتس يجي عادة multiple ما يكون single lesion زي كذا. والهباتيك tuberculosis is a latent TB treated unlikely، وبرضو again ما حيجيب هذا البكتشر. فهنا حيكون الجواب بيعتسلل كارسينوما. طيب نجي بعد كده للبيبتيك ألسر ديزيز. ما في أسئلة كثير صراحة الغاستراتيس أو البيبتيك ألسر ديزيز يعني as a new question، يمكن سؤالين أو ثلاثة بس. السنين اللي فاتت يمكن كان في الاتش بايل اللي حتلاقوها في كورس السنة الماضية إذا رجعتوا له، يعني ما عدت علي اسئلتها، بس برضو مهم ترجعوا للي يبغى يغطي اكبر عدد من الاسئله بحيث يضمن انه ما يجي له السؤال يكون مو عارف الاجابه. فهنا عندنا old patient present with severe gastric pain for 7 days relieved by vomiting, has history of painkiller use for joint pain for 2 months. This is the most likely diagnosis: acute gastritis, esophagitis, perforated peptic ulcer or acute pancreatitis. فلازم تفرقوا بين esophagitis وغاسترايتس والبيبتيك ألستر ديزيز والأكيوت بنكريتا اللي هي الأكيوت بنكريتاتس بريزنتيشن. فالمريض already has inside use أو بنكيلر use، فهذا ريسك اوف غاسترايتس أو in general بيبتيك ألستر ديزيز. لكن هنا ما قالوا بيبتيك بيرفوريتد بيبتيك ألسر. بيرفوريتد بيبتيك ألسر will not present like this، يعني يكون لازم في السؤال يقول لك في rigid abdomen، يكون في generalized severe tenderness not just epigastric. هذه كلها feature of perforated بيبتيك ألسر. لكن هنا حيكون جواب acute gastritis. طيب كيف أفرق بين gastritis و gastritis؟ طبعا هذه حاجات basic و easy ممكن للبعض، بس مهمة لأنها بعض الأحيان كده كلمتين الأسئلة يكون زي كده ده الشكل ويسألك إيش الدياجنوزز، فلازم تكون عارف الفيتشرز. فالأسوفجايتس تجي أكثر هارت بيرن، تكون أكثر من غاستريك بين وفوميتينج تكون هارت بيرن، و اللي هو وورس طبعا with meals or after meals or manifestation of gastroesophageal reflux هي نفسها في الأسوفجايتس بتكون. لكن في الغاستراسيس there is pain
severe pain of gastric pain or history of insulin use. فهذا الجواب هنا حيكون. طيب patient admitted to ICU on NGT feeding. After a few days, there is blood seen in the tube. What is the most likely cause? Gastric ulcer, duodenal ulcer, erosive stress ulcer, or esophagitis. هنا حيكون stress ulcer طبعا. أي مريض على intubated, mechanical ventilation بالتحديد is a high risk factor for stress ulcer. عشان كده المرضى دول لازم يكونوا على PPI prophylaxis to prevent الستريس. يعني ممكن يغير السؤال هذا, وأتوقع هذه السنة والسنين الجاية حنشوف سؤال زي كده. What is the best way to prevent the syndrome؟ بدون ما يقول لك إيش الدياجنوزيس على طول تختاروا PPI prophylaxis. فهذا حيكون الجواب هنا. فهنا erosive stress ulcer. طيب I think this is the last topic اللي هو الجوندس و how to approach patient with jaundice. فهنا أهم شيء الكيسز طبعا المقصود, طبعا الجوندس is very wide topic وفي كلام كثير و approach كبير. المقصود هنا أو النقطة اللي أبغى أركز عليها اللي هي النقطة اللي دائما يجيبوا فيها أسئلة, موجود فيها أسئلة جديدة دي السنة, اللي هي الكيسز اللي تيجي بجوندس و يعني how to differentiate between abnormal liver function how to differentiate بالتحديد between هذه الثلاثة entities or three diseases هذه primary biliary cirrhosis autoimmune hepatitis or primary sclerosis and cholangitis. فهذا الجدول يعني حيغطي لكم طبعا أهم كل الفروق اللي بتساعدكم تحلوا في الMCQs. أول حاجة primary sclerosis cholangitis more likely to be male, يعني إذا male استبعدوا بنسبة كبيرة الأوتوميون هيبتال البرايمري بليري سيروزيس. الامسيكيوز عادة جاب لك ميل وجاي بجوندس وبروريتس, فهذه موست لايكلي برايمري سكلوروزن كولانجيتس. الأوتوميون هيبتاتس يوجولي ان يونغ في ميل, البرايمري بليري سيروزيس ميدل ايج في ميل. البرزنتيشن از ذا سيم, ما حيساعدكم بروريتس, فتيج, جوندس, هيباتوميجالي. لكن اذا قالوا لكم في بروريتس اللي هو الاتشنج, it's unlikely to be autoimmune hepatitis. It's almost never present with this picture. يجي البرامر سكلروزن كولنجاتس والبرامر بلير سكلروزن ممكن تجي برايتس, لكن الأوتوميون هيباتيتس ما يجي عادة. يعني يجي بأبدومن البين وفتيج وجوندس, لكن نادر إنه يجي برايتس. نيجي للأسوشيشن, وهذه من أهم النقاط اللي تساعد. يعني البعض ممكن يقول لي الجندر والأيج هذه ما هي مرة, لكن الأكيد إنه الأسوشيشن is very strong. يعني إذا قال لك المريض عنده ulcerative colitis أو Crohn's disease, خلاص انسى autoimmune hepatitis وبرايمري بليري سيروزيس. الجواب هنا حيكون primary sclerosing cholangitis, لأنه 80% of patients with primary sclerosing cholangitis عندهم inflammatory bowel disease. 80% متخيلين؟ فيعني يعني very strong association. الـ autoimmune hepatitis associated طبعا with autoimmune disease celiac والهاشيموتو تايروديتس أو type 1 DM, فهذه ما تساعدني أفرق بين الأوتوميون والبرايمري بليري سيروزيس. إيش اللي يساعدني؟ اللابس. فهنا أهم نقطة نركز عليها دائما, إنه مرضى اللي عندهم برايمري بليري سيروزيس برايمري سكليروزين كولنجايتس عندهم هاي الكلام في سفتيز وجيليتي اللي نسميها كوليستاتيك بيكشر, كوليستاتيك بيكشر of elevated liver enzyme, عكس الهيباتيك بيكشر أو الهيباتوسيلولر إنجري اللي يكون فيها elevated AST و ALT يعني في 200-300, only mild increase in alkaline phosphatase which could be normal. فالسلايد هذا perfect يعني to differentiate من جميع النواحي. ما أقدر أفرق بين primary sclerosing cholangitis و primary biliary sclerosis by the labs, لكن الassociation بيفرق لي. لكن autoimmune with primary biliary sclerosis أفرق أقدر باللابس. وفاينالي يقول لك what's your next step, AMA if you're suspecting primary biliary cirrhosis, ANA أو ASMA إذا كنت suspecting and autoimmune hepatitis. طبعا إذا suspecting primary sclerosing cholangitis your next step should be MRCP. فانتبهوا يجيب لك known ulcerative colitis came with pruritus and jaundice high alkaline phosphatase GGT, what's your next step? MRCP. والأوتوميون هيباتاتس نفس الشيء, بس your next step should be ANA وبعد كده الـ anti-smooth muscle antibodies. طيب فنشوف هذا السؤال. 42 years old female present with severe pruritus. خلاص إن أنا عارف إنه unlikely to be autoimmune hepatitis.
اوكي خلينا نكمل نقرا. طبعا برضو انها ما هي يونغ فيميل، اتس 42 ميدل ايج، not relieved by antihistamine, she frequently awakes at night, severe itching, she has bilateral scleral extras, يعني عندها جوندس. This is remarkable for celiac disease. ايوه اذا اذا ما هو اوتو اميون هيباتايتس وعندها اوتو اميون اسوشيشن معناته انها برايمري بليري سيروسس. خلينا بس نكمل. She adheres to gluten free diet, total bilirubin 1.4 ودايركت هايبر بيليروبينيميا. طبعا تكون كولستاتيك بيكشر زي ما قلنا، يعني الدايركت يكون اكثر او higher than the indirect or whole reason for high total bilirubin. ALB is high, AST و ALT high. هنا طبعا ما ذكروا هذا السؤال من النيو كويستشن، نيو كويستشنز ما ذكروا كم الفاليوز، بس انا متاكد 100% هنا ال ALB is higher than AST و ALT. ALT و AST تلاقيها يعني ممكن 100 or 150، لكن ال ALB حتلاقيه 200 300. ف هنا طبعا primary biliary cirrhosis is the correct answer. كل الفاكتورز في السؤال تجمعها كده على بعضها عشان توصل للتشخيص اللي موجود، الحاجات في الجدول لا تمسك في شيء واحد بس اكثر من نقطه supporting your diagnosis، خلاص اختار على اساسها الجواب. طيب هنا 28 years old female، هذا على طول more likely to be autoimmune hepatitis. طيب came with jaundice for 2 weeks، ما ذكر اللي يصير في pruritus. طيب she has fatigue arthralgia for 11 months, she is not on medication, she doesn't drink alcohol, hepatomegaly virus hepatitis negative, AST is 900 والT is 800 الكلام في only 169. what is the most likely diagnosis؟ اكيد هنا حيكون autoimmune hepatitis completely different. يعني الاسئله ترى سهله اذا عرفت كيف افرق بين هذا وبين هذا. قال لي what's your next step؟ ANA. السؤال اللي قبل AMA اللي هي الانتي ميتوكوندريال انتي بوديز. طيب فاحنا كده خلصنا الكاستو ريفيو وبكده نكون اختتمنا الكورس لهذه السنه. يعني باذن الله ربنا يوفقكم ويرزقكم على الدرجات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وحتكون المحاضرات ان شاء الله متوفره في اليوتيوب للناس اللي ما حضروا وما قدروا يحضروا. يعني المحاضرات ان شاء الله سواء محاضرات السنه الماضيه او محاضرات السنة هذه إن شاء الله تكون متوفرة، فممكن ترجعوا لها. فلكم على الدرجات وبالتوفيق.